يقول السائل: أيهما أفضل، وقت الدرس، استماع الدرس أو الطواف؟ أو استماع الدرس أو الطواف؟ طواف؟ نعم، استماع الدرس أفضل، استماع الدرس أفضل، لأنك قد تستفيد فوائد ينفعك الله بها في المستقبل، والطواف عبادة، لكن طلب العلم هو أفضل أنواع العبادة، طلب العلم أفضل أنواع العبادة. ويقول بعض السلف: لأن أتعلم مسألة من العلم أحب إلي أن أقوم ليلة، لأن تعلم العلم ينفعك الله به وينفع غيره، نفعه متعدي. أما العبادة من طواف أو صلاة نفعها قاصر على صاحبها، ما يتعدى إلى الناس، والعبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي يقتصر نفعها على صاحبها. فطالب العلم يطلب العلم لنفسه ويطلب العلم للناس، يبين لهم، يرشدهم، فهو ينفع نفسه وينفع غيره. أما المتعبد فهذا ينفع نفسه فقط ولا ينفع غيره.